شوي تعي شوي يا سنديني خالة، شوي ناجية. شوي. مديحة خير الصبح، ما كان فيك شيء؟ صار فيني العمايل يا عمي. تعالي امي تعالي. شو بقى امك، شو صاير معها؟ والله انا مثلك مو فهمان شيء، جدي تعبت فجأة ما بعرف شو بقى. كولونيا. حاضر حاضر يا خالة. مديحة شو صار لك بنتي؟ لك جان ليش ما اخذت على المستشفى لك ابني؟ جدي نحن طلعنا على اساس اخد على المشفى، ونحن على الطريق قالت لي انها طابت فجاه، بتكون تعبانه وفجاه بتقوم. بصراحه ما عاد اعرف شو بدي اتصرف، الفيوزات عندي ما عاد اتحمله. لك خير بنتي، شو صاير معك؟ شو الحاله هي؟ معقوله ترد عليها وتجيبها لهون؟ عندنا مستشفى، خذها لهنيك بنفهم شو صاير معها، ساعتها بنرتاح. كرمال الله ليش هيك سويت؟ شقيت الورقه قبل ما يقراها حدا. ما بيصير يا ابني، كان لازم يشوفها دكتور. هوب يا صرت منيحة. شبهها مديحة تيكين واحد، الحظ العاسر صفر. شايف جدي هيك الوضع؟ اللي لشوف أنا شو لازم أعمل؟ مديحة بنتي فهمينا شو عم يصير معك. ما عم يصير معي شي عمي، بالجبل يمكن نزل ضغطي وتعبت وهلأ مشي حالي وارتحت. معناتها منيح. ايه شو وين ام مقوي؟ انت قصدك يعني على فتون؟ خبرتني رح ابعث للشوفير، قامت ما قبلت، قالت بدها تبقى بالبيت، المهم اني اطمنت عليها. لا شو يعني رفضت تجي؟ انا قلت لازم تجي لهون، انا ما قلت لك ما تتركها لحالها وتجيبها معك؟ حرام البنت وحدانيه، بنت عايشه بقرنه مقطوعه، يتيمه ومقطوعه من شجره، شو بتاكل؟ شو بتشرب؟ انا ما قلت لك لازم هالبنت تجي لهون تضل تحت عيوني؟ شو بعمل لك مديحة؟ البنت مو حابة تجي، وبعدين كرمال الله فهميني من امتى بتاكلي همها وبتخافي عليها؟ مرة واحدة اعملوا شي منيح من دون ما اتدخل، فكروا منيح قبل ما تتصرفوا، يعني لحالي انا ما عندي 20 رجل و20 ايد، كيف رح حل كل شي بذات نفسي؟ إيه لا انا كمان عندي سقف لقدراتي. ناجية خبري الشوفير يحضر السيارة لبين ما غير ثيابي. الشوفير راح لعند فتون خانم ولحد هلأ ما رجع. مزبوط. جان ابني يلا بقى قوم خلينا نروح. رح نروح أمي، امشي. لك شو هاد، خلصنا يي؟ طلعوا فيني لشوف. اسمع انت وياها، قالت ما بدها تجي يعني ما بدها تجي، تركوها تريح رأسها شوي بقى. حلو عنا، يلا مديحة عدي هون وحاجة تحشي حالك بكل شيء. جان أفندي تعال بدي أحكي معك. كولونيا. خير جدي لوين رايح؟ الحقني الحقني، تعال نشوف شو بدنا نساوي. شو بو؟ هاي الكولونيا. خدي دلكيون دلكيون. اوف ناجية. ناجية. نعم. تعرفي مديحة وين راحت؟ عم ناديرها ما عم ترد. ما بعرف شو بدي اقول لك اسماعيل بيك، مديحة خانون طلعت من الصبح. اكيد حملت حالها وطارت على بيت فتون. شوفي لي وين موبايلي. ايه حاضر. رح جن، شو اللي خلاها تحب فتون فجأة؟ ما عم تقدر تقعد لحظة من دونها. بس إن شاء الله ما تكون خلقتها للبنت. ألو لك مديحة، وينك أنت؟ صار لي من الصبح عم دور عليك وما عم لاقيكي. أوهو أنت عم تلعب مع الخواريف بمناماتك، أنا كنت لبست وطلعت من البيت وهلأ رايحة بوشي لعند فتون. لك يا مديحة أنت ليش ما بدك تفهمي بالحكي يا بنتي؟ من ايه انت صرت تحبيها لفتون كل الأنت؟ والله ما عم افهم عليك ليش هيك عم تساوي. يعني حتى الحب بده مبرر او سبب يعني؟ انا اصلا حبي لفتون صار له زمان، بس انا عايشته بالسر، انتو ما انتبهتوا لي. بعدين صاير مثل الحمايه اللي بتسال كنتها. يلا بقى. فاجأتها؟ امي؟ ايه امك. افتحوا لها. ليش سكرت بوسها؟ جان افتح يا عاطل يا قليل الأدب. أنا ما قلت لك أكثر من ألف مرة ما بيصير تجي لهون لحالك. خلص أمي. صباح الخير مرت عمي مديحة، نحن كنا عم نفطر، ليش كنتي عم تتصلي؟ بمين؟ بجان. شو عم تقول؟ ما بعرف. حماتك بتحبك مرت عمو، تفضلي افطري معنا، رح جيب لك صحن فوري. جان كنتوا عم تفطروا لحالكم؟ ايه امي مثل ما انك شايفه كنا عم نفطر سوا، تفضلي عادي. انت شو عم تساوي هون؟ فهمني ليش مالك ببيتك؟
شو يعني هالحكي مرت عمي؟ ليش بيت مين هاد؟ يا ربي دخيلك فتون؟ انتي روحي اعملي لي فنجان قهوة حبيبتي. تكرم عينك سيادة الضابط. قلي لي كيف بتحبيها؟ وسط على عيني. أنا رح أعمل لمديحة خانم فنجان قهوة وسط. تعال هون طلع فيني. مرتك الحامل قاعدة بالبيت مقهورة وانت هون مع هالقزمة قاعد عم تفطر تتسلى. شو عمل فيك؟ صوتك أمي وطي صوتك لا تجني فهمنا. بعدين أنا من شوي أجيت لهون لأطمن عليها ولشوف إذا تذكرت شي ولا لسه. خلص يعني بقلك ما تيجي من دوني وانت بتركض من وش الصبح وما بتحاكيني. لو جاي بقطعة ألماس كانت فادتني أكتر منك. عفوا قلي لشوف. نعم. هي ما تذكرت شي لهلا؟ مو متذكرة بنوب. يعني لساتها مفكرتكم رح تتجوزوا؟ ايه مفكرة حالي خطيبتي. وطي صوتي. نشكر الله إذا بتتذكر مصيبة وإذا ما تذكرت مصيبة. لا شو هالحكي؟ إذا تذكرت المصيبة أكبر. هيك منيح رح نضل على تواصل. أمي مع مين عم تحكي؟ سد بوزك يا قليل الأدب. جان شو بدي أقول؟ بعد ما نتزوج بدنا نغير عفش البيت لأني ماني حاببته ومنغير الإدهان. ليكي قلبت فنجاني تعي افتحي لي الفال. شو؟ يعني الصالون هنيك لازم يكون ألطف شوي. تفهمي أحكي من عندك سمك وقرود وسعدين ومن هالحكي. شو الصعب بهالقصة يعني؟ أكيد بتعرفي. يلا يلا خدي. إيه. مين على التليفون؟ من الشغل. من الشغل عم بيدقوا لي. رح أرد عليهم وارجع. في حية صفرة كبيرة. ليكي فتون قلب الدنياني هلأ بالتصوير ولازم أطلع فورا. ييه جان شبك مو على أساس اليوم رح تضل عندي؟ برافو ابني اطلع بتعمل منيح. روح على التصوير. إذا رايح على الشغل ما فيني إلك خليك هون. الله يوفقك. أمي أنت بتروحي لحالك أنا مستعجل كتير. أنا ماني رايحة لأنه عندي مناوبة عند أم قوي. مرت عمي حابة اشرب شاي، بتحبي تشربي معي؟ انا ما بدي. انتي كمان بلا ما تشربي شاي. فتون عم قول شو رأيك تعدي لنحكي شوي انا وياكي؟ ها ايه طيب. بس نحنا بشو بدنا نحكي مرت عمي؟ فتون حبيبتي كيف صحتك؟ منيحة. عم يصير معك براسك أشياء مو مفهومة؟ كيف يعني؟ يعني الواحد أحياناً بيشوف كوابيس حتى وهو فايق تماماً مثل الكوابيس اللي بيشوفها بمناماته. لا والله ما عم شوف. منيح. بس شو؟ بس كأنه في فراغ كبير عم حسه جوات راسي وبحس حالي إني عم شوف شغلات صارت معي فجأة ما عاد بشوفهم. هذا اللي عم يصير معي. كل ما بحس إني عم برجع شوفهم ايه بيرجع بيروح كل شيء. منيح إنه عم بيروح. ليش بدك تعذبي حالك بأشياء سخيفة وما إلى وجود بالمرة؟ لا لا مرت عمي مديحة أنا أكيد صاير معي شيء. أحسن شيء إني اتصل بدكتور مراد. شو هالحكي؟ مثل الفلة وضعك. ليش؟ برأيي صاير شي معي مرت عمي مديحة ولازم أعرفه. اتصل بدكتور مراد. استني هالقصة ما رح يمشي حالها مع هداك الدكتور النصاب. في واحد بوثق فيه وخبرته بهالمجال كتير قوية. كتير شاطر. من زمان كان يشتغل عنا بالمشفى وإذا مصرة منحكي معه وأنا كمان بتطمن. أي مو مشكلة ماشي إذا حدا موثوق ومنيح وشاطر دقيقة. تمام معناتها رح أتصل فيه ليجي فورا. طيب بس إذا اتصلتي فيه بيجي؟ بيجي بيجي ما بيكسر لي كلمة. طيب ماشي تمام رح أقوم ضبضب لبين ما يجي. بس أنا أكيد بس يجي رح كسر له عظامه.
تليفون عميرن. والله عميرن. اوه والله عصفورتي عصفورة قلبي، حسيت بلهفة قبل ما اسمع صوتك. نعم مديحة خانم. امريني يا روح قلبي، انا جاهز. وقت معين رفيف خانم امتى؟ ولا مطلوب جرسون؟ ولا بدك راقص تانجو محترف؟ انا عندي كل شيء يا مدام، الصالة فاضية، الساحة الي، امريني بس. ستنيعك سكوت، فتح لي مخك يا غبي. بتضلك دكتور واختصاصك علاج نفسي، اسمعني كثير منيح. شو رأيك تتسطحي على هي الصوفة مرت عمي؟ يعني قبل ما ترجع لطفولتك. بقعد على الكنباية وبعد عنكم. عم تتمقلس أم قوي. انتي روقي حبيبتي ما تتوتري. لا انتي ما تقومي، خليكي مرتاحة هون، لأنه الروحة والرجعة للماضي رح تتعبك كثير. أنا شو عم خبص؟ اجيت اجيت. ليش هيك عم تدق على الباب مثل الديانة؟ مديحة خانم، أنا الطبيب النفسي ناجي جولنير، جاي يزور مريضتي. ناجي لا تفتلي بالدور هلأ وفتح أدنيك منيح. تعمل أي شيء وبتقنع الفصعونة أم قوي إنها منيحة وما فيها شيء بنوب، وإنه كل شيء طبيعي، وإنها متذكرة كل شيء، وإنه ما في أي شيء ما لم تذكرته. فهمت علي؟ حضرتك ما بتشكي من شيء، هذا اللي بدك تقوله، وكمان بتنسيها كل شكوكة. شو مهمتك؟ طمنا حديها ونسيها همومة. منيح، إذا صار في مشكلة صدقني الموت أرحم لك، كسر لك عظامك وبزتهم لكلاب الطريق بهالشتوية الباردة ليستفيدوا شوي. كلامي مفهوم؟ حرك انقبر فوت، ما تصفون هيك انقبر. أها أهلين وسهلين. أهلين بحضرتك يا خانم. مديحة خانم عطتني فكرة مختصرة عن اللي عايشتي. لس أنا شو اللي عم عيشه؟ دكتور شو عم تقول؟ هي مو عايشة شي. طبعا ما عاشت، هي ميتة الفاتحة على روحها. يا الله منك يا دكتور ناجي، ما كان جاء على بالي اضحك بنوب. كأنه حضرتك كثير بتحب التنكيت. انا هيك طبعي. دكتور يلا خلينا نبلش بالمعاينة. طبعا لكن منبلش. شو هاد بقى؟ علاج بآخر التطورات التكنولوجية؟ شوفي أنستي، أنا بحب أبدأ جلساتي وإنهي بالموسيقى، والمفضل عندي التانجو. مديحة خانم بتعرفني منيح. أنا ما بعرف عنك شي بنوب. لا يا خانم اهدي، أنا بقصد حضرتك من باب إنه بتعرفي كل شي بالحياة. حكيت هذا الحكي معناها خلونا نبلش بالمعاينة فورا، لأنه عندي شغل إكسترا ولازم ألحق. شغل إكسترا؟ لك إجتني شغلة جرسون على الطاير ودافعين لي دبل أجاري. يا الله ما كان جاي على بالي يضحك بنوب. دمه خفيف هو هيك. راح اشرب من دمه بعد شوي. معناها حضرتك اتسطحي هنيك لو سمحتي. يلا لشوف فتون خانم. ايه يلا راح اتسطح. حدثنك ناجي، موتك راح يكون على ايدي. مديحة خانم حضرتك كمان تفضلي لهنيك لو سمحتي من بعد اذنك. هيك منيح دكتور؟ ايوه لفوق كمان شوي. يلا يلا كثير حلو، تفضلي تفضلي. شكرا. يلا فتون خانم الحقيقة لو سمحتي. انا بلا ما اطلع لاني دخته رح اوقع. وهلا شوي شوي حاولي تغمضي عيونك. غمضيهم غمضيهم غمضي عيونك. فتون خانم شو اللي عم تشوفي هلأ؟ قلي لي بالتفصيل الممل. ب-
بلا ما أقول بلا ما أقول اللي شايفته بيكون أحسن. رح تقولوا هي جنت. لك لا العفو يا خانو، خلص معقول هالشي؟ قولي قولي أنت ولا يهمك، قولي لي شو شايفة. مبين مبين إن ليلة مميزة كتير. مرت عمي مديحة حاطة ريشة بتفرط ضحك على راسها وعلى هي الغنية، كأنه حضرتك ومرت عمي مديحة عم ترقصوا تانجو على المسرح. ناجيبة طفي هالموسيقى يا بلوة حياتي، طفيها. أنا بقول له نسية وزلمة جاي عم ذكرها. عمل لك نسية يا ناجي المسطول. ناجي بيك وقع فوق لمرت عمو مديحة. يا الله شو بتضحكوا. راحت الصورة. انت انتهيت يا ناجي، انتهيت نفسك بالحياة لهون وبس. شو وصيتك؟ ها؟ فتون خانم، فتون خانم، خليكي جدية شوي لو سمحتي. أنا شو بدي أكون عم بعمل يعني مع مديحة خانم على المسرح؟ أنا بالمستشفى هلا وفي بيبي بحضني وأنا رايحة أشرب مي، وناجي بيك وإنتي عم تتخانقوا وصواتكم طال على برا مرت عمي. لشو عم تتخانقوا؟ أنا بورجيك ناجي، فيق بسرعة ناجي، يلا فيقه أحسن ما أفجر بوشك. ها هلأ بتتذكر طيب كل شي وبتقوم بدها تموتني. فتون خانو، فتون خانو، ليكي أنا راح أدل الخمسة بعدين بتفتح عيونك. واحد خمسة يلا فيقي. ما فقت، ما فتحت عيونها. قول شو صار لناجي. أنا هلأ عروس ولابسة فستاني الأبيض. شو لابسة؟ فستاني الأبيض. ناجي انت شو عملت فينا؟ قصدك بعلاقتنا؟ ناجي يا بلوتي انت فيقة فورا لفتون. لك البنت هلأ عم تحكي كل ماضية. انا قلت لك عمال كم حركة سخيفة لتقنعها، قمت نيمتها للبنت. عن جد يا بطيخ. بس يعني بتأسف منك، عن جد بتأسف كتير منك، لانه انا انسان باخد شغلي على محمل الجد ولآخر درجة. انا ما بترك شغلي ناقصة، انا ما بحب اشتغل شغلي ناقصة. افتحي عيونك فتون، افتحي عيونك، افتحي عيونك ام قوي حبيبتي. فتون فتون الحقي صوتي إلي، ما تلحقي الضو. فتون حبيبتي تعي لعندي، يلا فتون فتون تعي لعندي. لا تحاولي مديحة خانم، شو مفكرة الطب النفسي هيك؟ يا فتون يا فتون تعي، ليش ما عم تجي لعندي يا فتون؟ قومي لعندها يا فتون، قومي. رح موتك. وهلأ عم يعلمني السباحة حبيبي الأهبل جان. شو هالذكريات الحلوة هي؟ لك انت شو عم تعمل؟ شردت معها؟ فيقة لك ناجي، فيقة فورا، إذا ضلت على هالحالة رح ترجع لمرحلة الطفولة. اي بس عم تحكي بطريقة كتير حلوة. لو عندي الفرصة بعمل هالحكاية مسلسل ثلاث أجزاء وباخد جوائز. انت شو عم تقول يا أحمق يا تافه؟ كل ما بقلك نسية انت بتفتح لباب جديد من ذكرياتها لتتذكر؟ إذا بتتذكر كلمة من اللي قالته لما ترجع لوعي صدقني جلدة وشك هاي رح أعمل منها كندرة. علم على كلامي. لك لعمة، كيف نسيت هالنقطة المهمة؟ شو نسيت؟ تفرجي يا عصفورتي، استني شوي أنا بتصرف. فتون خانم، لما بعد للخمسة بتفتح عيونك وبتفيقي من النوم. تخيلك بدي تنسي كل شي حكيتي وانت منومة مغناطيسيا، مفهوم؟ وهلأ شوفي شلون. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. وين كنت أنا؟ كأني كنت نايمة. معناتها كنت نسيان أفقش. كنت نسيان تفقش. فتون حبيبتي قليلي لسه في شي فراغ بذاكرتك؟ فراغ؟ ابنه؟ يا رب بشكرك من كل قلبي. رح نكمل من مكان ما وقفنا بنفس اليوم وبنفس الساعة. فتون خانو كل شي طبيعي، وحضرتك بصراحة عم تتوهمي بمرض مانو موجود. ولو كان في أي مشكلة
كنت رح أغوص لجذور المشكلة، طالعة من صمصيم روحك واطلع فيها لبرا. بس يعني المبين أنه حضرتك مانك نسياني شيء. فتون، فتون بنتي الأجيد، افتحي لي الباب فتون. ها؟ يلا بنتي افتحي الباب. اجيت على الباب. مدوحتي هالزلمة شو جاي يعمل هون؟ قوم ناجي، لك فز بسرعة اطلع خبى على البلكون. إذا شافك هون مصيبة. استنى استنى، هذا الباب بده فتح. كيف بدي اشرح؟ عم بفتحه مدوحتي والله، عم بفتحه. طبيب نسائية شو عم بيعمل عم فتون؟ يلا شباك ما انفتح، تخبى ورا البرداية، تخبى ورا البرداية. ماشي ماشي يلا، يا مصيبتي انت فوت وخلصني لشوف رح يزلطني، رح انجلط ويوقف مخي. يا ربي ليش عم يصير معي هيك؟ شو مديحة؟ شايفك انخطف لونك أول ما شفتيني. شو هالحكي هذا عمي؟ يا عيب الشوم، أهلين وسهلين. أهلين مدوح. أهلين وسهلين جدي، تفضل. والله شئت ليك. وأنا كمان. بنتي الحلوة. مرت عمي وينو الدكتور؟ طلع على التواليت. قلتي دكتور؟ ليش هو الدكتور؟ مين فيكم المرضان؟ ما في شي جدي، أنا رح أشرح لك. مرت عمي مديحة كرمال يرتاح بالها جابت لي دكتور ليطمنا. مديحة شو صار لي؟ بنتي أنت منيحة؟ لك مديحة شو صار لي؟ عمي مديحة، مرت عمي مديحة منيحة منيحة. جيب لك كاسة ماء. أنا انتهيت، رح ادفن حياتي المهنية الطويلة بعالم الكذب بهاللحظة واليوم. انتو سمعتوا الصوت؟ ايه انا سمعته. من وين طلع الصوت؟ كأنه في حدا فوق، والصوت كان كتير قوي. ما يكون الدكتور وقع، لا يكون وقع بالحمام وغاب عن الوعي وداخ. رح قوم شوفه للزلمة. استنى جدو جاي معك، منطلع تعي معي بنتي تعي. خدي مني الجاكيت. ايه يلا على عيني. اطلع من عندك بسرعة يا تافه، ليش واقف؟ اطلع لك، يلا روح روح من وشي. يلا شنطايتي شنطايتي بالأول، اطلع الشنطة. رح بلش فيك وشنطايتك. يلعن اليوم اللي عرفتك فيه ناجي، كل شوي بتحطني موقف أضرب من اللي قبله. انقلع انقلع. شو ما لقينا حدا، وينو ها؟ ما بعرف ناجي بيك؟ حضرتك شو عم تعمل هون؟ دكتور ناجي، كنا عم ندور على حضرتك فوق وانت واقف هون؟ صح كان هون، بس هلأ ماشي لأنه عنده موعد مع مريضة تانية، بلا ما نعطله. مع السلامة. مديحة خانم معها حق، أنا لازم أمشي. بالإذن يا خانم، بالإذن منك يا بيك. مع السلامة. يلا جدي تعال. نفتنا كمان هالمرة عصفورتي. أنا بعرف منيح كيف أصل لك لسانك، بس حميد ربك إنه عمي عم يتزورنا. يلا مع السلامة. شو مش اللي بغدي، لازم أعرف دخلتي الخاصة. ها؟ أنا طالع لبرا شميلي شوية هواء نفسي. إيه شم شم عمي، شم عني كمان. ناجي بيك؟ دكتور ناجي؟ بس دقيقة. ناجي بيك، بصراحة حابب أفهم منك شغلة. يا ترى شو سبب اهتمام حضرتك بمديحة؟ دكتور كنتها وشاركتها بالرقصة، وأكثر من مرة شفتك معها، ومو بس هيك، وين ما بتكون بلاقيك ناطيط. وبعدين صرت دكتور والعيلة وعم تعالجون، يعني ممكن أفهم في اهتمام خاص منك من اللي عم فكر فيه أنا. والله ما بعرف شو بدي أحكي يا بيك. قول قول عزيزي، ما تتردد ولا تستحي. ليك حسب مبين معي حضرتك بتكن مشاعر خاصة تجاه مديحة، وبما أنه اجتمعتوا بأكثر من مناسبة معناتها كمان هي بتعزك. شو اللي عم تقوله؟ ليك ناجي بيك، مديحة ما أنا مجرد كني، هي أكتر من هيك بكتير، لأني بعتبرها مثل بنتي وأعز، وبتمنى لها السعادة والراحة من كل قلبي. لهيك عم فكر، ما دام في تواصل بيناتكم من هالنوع بلا ما نلعب اللعبة السخيفة أكتر من هيك. أنت اسمع اللي رح أقوله. شو رأيك تشرفنا اليوم على العشاء؟ منقعد ومنتعشى مثل أي ناس متحضرين، بعدين بنحكي بالمهم. وإذا فعلا كانت نيتك طيبة أنا رح وقف جنبك وساعدك. والله نتشرف يا بيك. طبعا معناتها اتفقنا، رح نستناك على العشاء اليوم. حاضر يا بيك.
منتشرف. احتراماتي احتراماتي. اسمح لي يا بك. لا تتأخر. ها شفتو؟ اخ عصفورة قلبي بتحبني مثل ما انا بحبها. عصفورتي بتحبني مثل ما انا بحبها. عصفورتي بتحبني مثل ما انا بحبها. عصفورتي. عم ان شاء الله ارتحت وغيرت جو. اي نعم يا بنتي، وهلا رح طالعك انت كمان مشان تغيري جو. انا لوين؟ على البيت. انا شو بياخذني على البيت؟ انا ما رح اتحرك من هون، رح ضل عند فتون وما رح اتركها ولا لحظه. مديحه ما تنرفزيلي اعصابي، قاعده على قلب البنت مثل غراب البين. اتركيها تاخذ راحتها شوي بقى. مستحيل، مو متحركه من هون. مديحه يلا قومي، المساء جايين ضيوف على العشاء. ايه وصاحبه البيت ما رح تكون موجوده. عجبك الحكي؟ لا ضيوف؟ ليش ما حدا خبرني مين هدول الضيوف؟ مفاجأة. يلا امشي لشوف. ليكي فتون اسمعيني، اصحك تطلعي برات البيت ولا خطوة؟ عم تفهمي؟ مين ما بيجي ما بتفتحي الباب بنوب، ان كان جان ولا ان كانت رفيف ولا غيره، ما بتفتحي الباب لحدا. وقفي، اجتني فكرة احسن شي وانا طالعة بقفل الباب عليكي من برا. شو هالحكي هاد مرت عمي؟ زودتيها، ما بصير، انت عم تبالغي. مو على الفاضي بيقولوا العرق دساس يا بنتي، هي ما بتتغير، ما بتتغير بنوب. عمي شو صار لك؟ شو هالقصص اللي بتطلع لي فيها كل شوي؟ كنت قاعدة وما احلاني لولا جيت هالضيوف. بخاطرك. الله معك، مع السلامة. يلا بشوفكم. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاخطارات لتكون اول من يشاهدها.